مفيش أمة متقدمة ومفيش تنمية بدون التعليم. التعليم هو كلمة السر. الدولة المصرية حرصت على إنفاق أكتر من 5 مليار جنيه لزيادة أعداد الكليات والجامعات الحكومية والخاصة، وكمان المعاهد الحكومية والخاصة، ويمكن كان آخرها جامعة المنيا الأهلية اللي وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ببنائها في أسرع وقت ممكن. ويمكن شفنا الجامعات الأهلية وقد إيه الطلبة فيها وقد إيه الكليات فيها متفوقة ومختلفة. مشكلتنا برضو في التعليم الجامعي أو التعليم العالي قصة اللوائح الداخلية. الجامعات الأهلية فيها مرونة أكتر، بتقدري تتفاعلي مع مجتمعك أو محيطك بشكل أكبر. عايزين نقول أن بناء جامعات أهلية على مستوى المحافظات هيوفر خدمة تعليمية متميزة لأبناء مصر في كل المحافظات. خلينا نتعرف على الملف ده، على تفاصيل التنمية في مجال التعليم العالي وفي مجال الجامعات الأهلية من محافظة، وخصوصا أيضا في محافظة المنيا، وتفاصيل هذه الجامعة. دكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي معنا على الهاتف مباشرة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، تحية لحضراتكم. أهلا بك يا دكتور. يعني في البداية خلينا نتكلم عن الوضع على مستوى الإنشاء قبل الكليات والمعاهد. المنيا كان عامل إزاي في محافظة المنيا؟ خليني أأكد لحضراتكم أنه إنشاء الجامعة الأهلية في محافظة المنيا وأيضا مشروعات تعليمية كبيرة في جامعة المنيا الحكومية، هذا بالإضافة إلى إنشاء جامعة خاصة كبيرة في المنيا وعدد من المعاهد التعليمية العليا، ده بيأتي في اهتمام لو قارناه حضراتكم بسنوات سابقة سواء في كافة محافظات الصعيد أو على مستوى الجمهورية. تدركوا كم النهضة اللي شهدها قطاع التعليم العالي في إنشاء الجامعات في كل ربوع مصر. حقيقة كان محافظة المنيا لها نصيب في هذه النهضة التعليمية في مجال التعليم العالي، والعام الدراسي الماضي فقط بدأت الدراسة فعليا في جامعة المنيا الأهلية في عدد من البرامج التعليمية الجديدة حديثة الحقيقة، سواء بتكلم في قطاع العلوم الهندسية أو قطاع العلوم الطبية أو قطاع أيضا العلوم الإنسانية والاجتماعية. جامعة بعدد كبير من البرامج على مساحة 42 فدان في عدد من البرامج الدراسية المهمة سواء بيحتاجها القطاع المحلي داخل محافظات الصعيد، امتداد لجامعة المنيا الأم اللي هي الجامعة الحكومية. ربما الحقيقة داية لو حضراتكم أذكر حضراتكم بداية العام الدراسي الجاري، بداية العام الدراسي الجاري بالفعل شهد 12 جامعة أهلية على مستوى مناطق جغرافية متعددة في جمهورية مصر العربية. كان أحد يعني الحقيقة قطاع الصعيد الشمال ووسط وجنوب الصعيد كان من المناطق الجغرافية الهامة اللي شهدت بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية، منها جامعة البنية الأهلية. طيب دكتور عادل، ده يعني بياخدنا لقصة يعني الفرق بين الجامعة الأهلية والجامعة الحكومية إيه، وإزاي هتبقى أكثر تفاعل مع مجتمعها ومع محيطها؟ يعني حضراتكم الجامعة الحكومية معروفة ببرامجها الدراسية. الجامعة الأهلية أولا بتتميز ببرامج دراسية بتخاطب احتياجات السوق مش بس المحلي والإقليمي والدولي. نتكلم أيضا على يعني تكنولوجيا تعليمية متطورة، نتكلم على أن الدولة بتتحمل جزء كبير دعم للطالب في الالتحاق بالجامعة الأهلية. الطالب الذي لم يوفق في الالتحاق بالجامعة الحكومية، نظام عدالة المجموعات في نظام التنسيق والقبول بالجامعات، يستطيع لديه فرصة أن يلتحق بالجامعة الأهلية، والدولة الحقيقة تتحمل أكثر من 50% كدعم للطالب في كافة البرامج التعليمية، سواء بتكلم عن برامج طبية أو برامج هندسية أو برامج العلوم الإنسانية والاجتماعية. هذا بالإضافة إلى أن هي جميع الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية لديها مرونة في مسألة تطوير العملية التعليمية بما لديها من دخل، وأيضا جزء من دخل هذه الجامعات. هي جامعات لا تسعى بالضرورة على الإطلاق إلى تحقيق الربح، ولكن عائد ما يقدم ماديا لهذه الجامعات سيستفيد به الطالب أيضا بصورة ثانية، بيعاد ضخ مرة أخرى في الاستثمار داخل الجامعة الحكومية
وداخل الجامعة الأهلية. حضرتك يا دكتور يمكن اتكلمت عن كليات في قطاع العلوم الهندسية والطبية مما يتناسب بما يحتاجه سوق العمل، ايه الكليات الجديدة المختلفة اللي يمكن مش متعودين عليها في الكليات الحكومية الموجودة دلوقتي، وهل كل المعاهد وكليات بدأت العمل بالفعل ولا لا؟ يعني خلينا أكد لحضراتكم لأنه لما تم وزارة التعليم العالي وأتاحت للجامعات الحكومية إن هي تستثمر في بناء جامعات أهلية جديدة، حقيقة كان نظام التدريس ونظام الدراسة عموما في الجامعات الأهلية الجديدة هو نظام يقوم على البرامج الدراسية التي تأخذ بنظام الساعات المعتمدة، كنظام عالمي حديث بتاخد به معظم دول العالم المتقدم. الحاجة المهمة الثانية إن هي لا تعتمد بالضرورة على نظام الكليات، يعني بتاخد من كل تخصص البرنامج اللي مصر محتاجاه أكتر، يعني أنا بتكلم مثلا على قطاع العلوم الهندسية والحاسبات. الاحتياج الأكثر إلى التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، وبالتالي نركز في هذا القطاع على احتياجات أو البرامج الدراسية التي تلبي هذا الاحتياج. أيضا في القطاع الطبي التركيز على البرامج الدراسية اللي المجتمع محتاجها أكثر. التمريض مثلا معانا. طبعا حتى حضراتكم خلينا أقول كمان في قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية ليس هناك إنشاء لكل الكليات اللي موجودة، ولكن على سبيل المثال في جامعة المنيا هي بنتكلم على التسويق الرقمي. التسويق الرقمي كأحد البرامج المهمة اللي هي بتستجيب إلى احتياجات سوق العمل في ضوء التحول وثورة الإعلام الرقمي، إذا هناك احتياج لهذا البرنامج. فمسألة البرامج الدراسية في الجامعات الأهلية بشكل عام بتعتمد على فكرة البرامج في كل تخصص وفي كل قطاع من القطاعات الدراسية الأساسية، لاختيار برامج محددة بترى الجامعة أن المجتمع المحلي والوطني وعلى المستوى الإقليمي والدولي هناك حاجة إلى خريج بالمواصفات التي يقدم هذا البرنامج. طب وده يحلنا سؤال أكثر أهمية، هو إيه اللي يخلي ده يعوق أن ده يطلع في الجامعات الحكومية أصلا يا دكتور؟ يعني حضرتك متحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنا عندي جامعات حكومية في كل محافظات مصر، ليه ما يبقاش فيها الأبديت ده ونشوفه في جامعات تانية؟ هو بالفعل الجامعات الحكومية، خلينا أقول لحضرتك لو إحنا رجعنا خريطة مصر على مستوى الجمهورية إيه اللي حصل فيها خلال السنوات القليلة الماضية، سواء على المستوى الكمي أو على المستوى الكيفي. بتكلم حضرتك في فرص إتاحة يعني المزيد، يعني بتكلم على إضافة ثلاث جامعات حكومية مصرية خلال السنوات الخمس الماضية، منها بتكلم على جامعة الوادي الجديد، بتكلم على جامعة العريش، جامعة العريش في شمال سيناء، بتتكلم أيضا في فرع لجامعة السويس في أبورديس، بتتكلم أيضا على جامعة الأقصر. هذه جامعات في دولة تستثمر فيها أموال ضخمة، بالإضافة إلى كليات جديدة وبرامج جديدة في الجامعات الحكومية. لماذا أنشأت الجامعات الأهلية؟ نحن نحتاج إلى المزيد من الجامعات عشان تقدر تستجيب للعدد الأكبر المتزايد من الطلاب، إن إحنا عندنا نسبة قبول من الطلاب في سن التعليم العالي وصلت النهاردة إلى 40% في هذا السن، وبالتالي تحتاج إلى المزيد. لما إحنا بنتكلم على جامعات حكومية بتنشئ جامعات أهلية منبثقة عنها للمزيد من الإتاحة، ولكن شريطة أن تكون هناك برامج دراسية جديدة، بالإضافة إلى أنه كما ذكرت لحضرتك أن الدولة بتتحمل الأكثر من 50% من المصروفات المستحقة على الطالب، وهي أيضا امتداد للجامعة الحكومية لا تستهدف تحقيق الربح ولكن نموذج جديد من الجامعات. طيب. الطالب الذي لا يستطيع أو يتمكن من الجامعة الحكومية بحكم ما يستطيع أن تكون لديه فرصة الالتحاق بهذه الجامعة الأهلية. طيب دكتور عادل، عايزة أسأل حضرتك سؤال، هل النهاردة إحنا بنقعد مع الطلبة المتقدمين لبعض الكليات مثلا نفهمهم، نعمل لهم زي اورينتيشن كده، نقول لهم احنا عندنا مثلا سوق العمل محتاج العدد ده من العاملين، هل احنا فرصك في العمل هتبقى اكبر لو دخلت الكليه الفلانيه؟ هل بيحصل ده مع الطلبه؟ النظام الارشاد الاكاديمي حضرتك في الساعات المعتمده بالفعل ماخوذ بيه، وانا عايز الفت نظر حضراتكم لتطور حقيقه كان مهم جدا حصل العام الدراسي الحالي. أول ما بدأت مثلا نوع جديد من الجامعات في مصر وهو الجامعات التكنولوجية.
الخارجية. الحقيقة احنا كنا بنعول على ضرورة تغيير ثقافة المجتمع المصري حتى يلتحق أبناء هذه الجامعات. عايز أقول لحضراتكم بعد عامين دراسيين من بدء تجربة الجامعات التكنولوجية وجدنا قوائم انتظار من الطلاب على الجامعات التكنولوجية. لما شاف الجامعة ونظام الدراسة فيها والجرعة التطبيقية اللي موجودة على الأجهزة في ورش العمل والزيارات الميدانية للمصانع، الجامعات التكنولوجية كمسار استجد في مصر، نتكلم على 10 جامعات لم يكن موجود من قبل على الإطلاق، يعني ده مسار تعليمي جديد لأول مرة. حصل هذا التطور. الحاجة الثانية حضراتكم إن البرامج الدراسية الجديدة نفسها أول ما نشأت نفس الحكاية بتاع الجامعات التكنولوجية، يعني إقبال كبير جدا، طالب النهاردة بيبحث عن التخصص اللي شغاله بعد التخرج، طالب بيبحث عن التخصص اللي شغاله بعد التخرج. وبالتالي ده فكرة الجامعات الأهلية، ما تستجيب لاحتياجات المجتمع والسوق الإقليمي والدولي في مسألة الاحتياج إلى نوعية معينة من الخريجين وليس بالضرورة كل التخصص. وبناء عليه احنا يعني عندنا بالفعل إقبال على قصة الجامعات التكنولوجية، عايز تقول كده حضرتك؟ بالتأكيد عندنا الجامعات التكنولوجية عليها إقبال. الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الحكومية العام الدراسي الماضي الحقيقة كان عليها إقبال كبير. وكما ذكرت لحضراتكم إن احنا دفعة واحدة بدأت الدراسة في 12 جامعة أهلية منبثقة عن الحكومية العام الدراسي الماضي، والحقيقة كافة الأماكن اللي طرحت وخاصة البرامج الدراسية المرتبطة بالقطاع الطبي والقطاع الهندسي وقطاع الحاسبات وأيضا العلوم الإنسانية الجديدة وجدت إقبال كبير جدا من الطلاب. ليه؟ لأنه كما ذكرت لحضراتكم إن احنا لما بننشئ برامج دراسية جديدة سواء في هذه الجامعات الأهلية الجديدة أو في الجامعات التكنولوجية، الحقيقة معمولة لأنها تستجيب بشكل خاص لاحتياجات سوق العمل، وبالتالي بيقبل عليها الطالب، وبدأ ثقافة أولياء الأمور في مصر تتغير نحو إن هو يدخل ابنه أو يلحق ابنه ببرنامج دراسي يساعده على الالتحاق بسوق العمل بعد التخرج. طب أنا برضو عندي تعليق، معلش يا ست يا دكتور عادل، التحديث في منظومة الجامعات الأهلية والجامعات التكنولوجية بيمشي بوتيرة أسرع بكتير من التحديث في جامعاتنا الحكومية، وربما هي الأصل. يعني أنا ليه بطور في الفرع وبسيب الأصل؟ ده سؤال ما أعتقدش أن حضرتك بعيد عنه. يعني خلينا أقول لحضرتك، طيب أنا ذكرت لحضرتك نموذج بإنشاء 3 جامعات حكومية، يعني لسه ليست المسألة فقط في 3 جامعات حكومية. المسألة الأهم من ذلك، ما هي الكليات الجديدة التي أنشئت في الجامعات الحكومية على أرض الواقع؟ المسألة حضرتك، أنا إذا كنت بتكلم عن جامعات جديدة في 3 محافظات، المهم هو إنشاء كليات جديدة أيضا في الجامعات الحكومية القائمة. رقم 3 هو ده التطور الثالث، لأنه كافة الكليات الحكومية في الجامعات الحكومية القائمة بالفعل أنشأت برامج دراسية جديدة تحاكي احتياجات سوق العمل بنظام دراسة الساعات المعتمدة. يعني أنا بتكلم حضرتك إذا كنت بتكلم عن كل قطاع من القطاعات على سبيل المثال، ونشوف أقدم الجامعات في مصر ماذا قدمت الجامعات الحكومية من برامج دراسية جديدة. هل كان تخصص كليات الذكاء الاصطناعي موجود في الجامعات الحكومية أضيف هذا التخصص؟ بتكلم حضراتكم على سبيل المثال، كليات الإعلام أضافت كليات الإعلام أقسام علمية جديدة تتصل بالإعلام الرقم على سبيل المثال. بتكلم على إضافة كليات تمريض جديدة نتيجة الاحتياج الكبير لكليات التمريض وخريج التمريض في الجامعات الحكومية، بس مش بنفس التخصص الموجود في الجامعات الأهلية. يعني لو عندي كلية الحاسبات أو كلية الهندسة ما انبثقش منها هذا التكرار. احنا مش مطلوب أبدا إن الجامعة الأهلية الجديدة المنبثقة على الحكومة تبقى تكرار لذات البرامج. وإحنا سوق العمل يحتاج إلى التنوع، وبالتالي هي ليست نسخة من الجامعة الحكومية. طيب خليني أكد لحضرتك لأن جزء من عائد الجامعات الأهلية الجديدة يعود بالنفع إلى الجامعة المنشأة وهي الجامعة الحكومية، لتطوير معاملها، لتطوير الأبحاث فيها،
جزء رئيسي من هذا الدخل هيطور الجامعة الحكومية. لكن لو عملت نفس البرامج الدراسية يبقى بالتأكيد ان انت بتكرر نفسك، لا انت محتاج التنوع عشان تشوف كل احتياجات سوق العمل وتأتي الجامعات الأهلية المنبثقة الحكومية كإضافة. طيب احنا الفترة الجاية يا فندم مستهدفين ايه؟ يعني عايزين ايه في سواء اتكلمنا عن المنيا او محافظات الصعيد بشكل عام؟ في مجال التعليم العالي والبحث العلمي يوم الثلاثاء القادم بإذن الله 7 مارس هتطلق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر. حيث كنا بنتكلم حضراتكم على ما الذي نستهدفه من جامعاتنا المصرية خلال الفترة القادمة بإذن الله. نتكلم على التدويل أو مسألة الشراكات والاتفاقيات الدولية اللي هي بتعظم من تصنيف الجامعات المصرية على المستوى الدولي. حضراتكم بنتكلم على أيضا التخصصات الدراسية الجديدة التي ستضاف إلى الجامعات الحكومية القائمة أو الجامعات الأهلية. نتكلم على مزيد من الإنشاءات في الجامعات التكنولوجية لتغطي كل محافظات مصر. ده مسار شديد الأهمية. بنتكلم حضراتكم على خطة شاملة لزيادة تصنيف الجامعات المصرية على المستوى العالمي. نتكلم على دور مهم للبحث العلمي في خدمة الصناعة والابتكار، وده أحد المجالات اللي اهتمت بها وزارة التعليم العالي خلال الفترة الماضية وسنعظم الاهتمام أكثر خلال السنوات القادمة. مسألة البحث العلمي ودوره في خدمة قطاعات التنمية بالدولة، صار بنتكلم على قطاعات الزراعة وبنتكلم على الصناعة، ده نقطة بالنسبة لنا شديدة الأهمية. بنتكلم حضراتكم أيضا على التحالفات بين نظام التحالفات بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد في كل إقليم جغرافي على مستوى الجمهورية، بحيث أن هذا التحالف يكون له بشكل مبارش إسهام بارز في خدمة الصناعة، مواجهة التحديات التي تتصل أيضا بقطاع الزراعة، حل مشكلات الواقع والتحديات اللي بتواجه كل إقليم جغرافي، تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية اللي محتاجة هذا الإقليم الجغرافي. ويوم الثلاثاء القادم بإذن الله سيكون توقيع لأول تحالف علمي بهذا الشأن. صحيح. نشكرك على وقتك وعلى ساعة صدرك أيضا يا دكتور عادل، دكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شكرا جزيلا لحضرتك.